لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس الذي يظهر أمامكم في الشاشة ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير ما نبدأ به الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نروي قصتنا لكم اليوم للعبرة، نرجو أن يستفيد منها الجميع. حدث مع عائلة صغيرة مكونة من أب وأم وطفل، وبينما كان الزوج عائدا من عمله، وإذ به يتصل على زوجته ويقول لها: إنني قادم، فهل تريدين شيئا لكي أجلبه معي؟ ردت الزوجة قائلة: لا، لا شيء. فقال لها الزوج: حسنا، إذا 10 دقائق وسأكون في البيت، فجهزي طعام الغداء لأنني جائع. فقالت الزوجة: حسنا. فقامت الزوجة لتحضير طعامها، ولكنها نسيت الهاتف مفتوحا. وقبل أن يقفل الزوج هاتفه، سمع الزوج وابنها سمير يتحدثون. يقول سمير لأمه: هل سأل أبي عني؟ فقالت الأم: بالتأكيد يا حبيبي، هو يحبك كثيرا. قال سمير: أنا متأكد هو لم يسأل عني، هو لو كان يحبني كما تقولين لعلمني الشطرنج رغم إلحاحي عليه. وكان الأب لا يزال يضع الهاتف على أذنه ويسمع، فأوقف السيارة لكي يستمع بوضوح إلى حديثهم. سمع ابنه سمير يكمل حديثه ويقول: هل تذكرين الشطرنج الذي حصلت عليه كهدية لنجاحي بالسنة الماضية؟ تمنيت أن يعلمني، طلبت منه فعلمني حركتين، ثم جاءه اتصال فتركني وذهب، وكلما طلبت منه تعليمي يكون مشغولا. هل تعرفين من علمني الشطرنج؟ إنه والد صديقي أحمد. عندما سمعني أتوسل بابنه أحمد أن يعلمني، قال لي: تعال أعلمك. قالت الأم: اخفض صوتك لأن والدك على وشك الوصول. فقال سمير: هل أصارحك بشيء يا أمي؟ عندما أذهب إلى بيت أحمد صديقي ويعود أبوه من العمل، يستأذن أحمد مني ليفتح الباب لأبي، وعندما يفتح الباب يسلم على أبيه. يسأله أبوه وهو يفتح يداه: أين حضن أحمد؟ فيقول له: أحمد هنا، ويرمي بنفسه في حضن أبوه، وبعدها يعود لنكمل اللعب. هزت هذه الكلمة الأب وهو يجلس في السيارة. حضنت أم سمير ولدها بقوة وقالت له: ألم أحضنك أنا كل يوم عند عودتك من المدرسة؟ وهنا سمع الكلمة التي فتحت سيول دموعه وهو لا يزال في السيارة. قال لها: يا أمي، أنا جائع لحضن أبي. فقالت له: يا سمير، إن أباك مشغول، إن أباك يعود وقد أنهكه التعب. فقال لها: أعرف، ويحمل معه دائما احتياجات البيت، عندما يجلس ليستريح يمسك الهاتف ويكمل اتصالاته. وبعدها طلب سمير من أمه هاتفها ليلعب به حتى يحين موعد الغداء. وبسرعة أقفل أبو سمير الخط قبل أن يحس ابنه. أخذ يفكر في كلام ولده، وبدأ يعيد علاقته في بيته كشريط سينمائي ويعيد الكلام الذي سمعه، فكانت مشاعره تهتز، وسأل نفسه: كيف عدت سنين من عمر ابني من غير أن أفكر باحتضانه؟ أحس أنه هو المحتاج كثيرا لحضن ولده. فمر على محل واشترى شطرنجا جديدا وغلفه كأحلى هدية، ورجع مسرعا إلى البيت. لم يكن يعرف ماذا سيفعل أو كيف يبدأ. كل الذي كان يعرفه أن ما عليه فعله هو تغيير نفسه وتصليح الأوضاع. ترك أوراق عمله في سيارته ولم يكن في يده غير الهدية. وقف بالهدية عند باب المنزل ولم يفتح الباب بالمفتاح. رن الجرس لأنه يعلم أن سمير سوف يجري ليفتح الباب. وعندما فتح سمير الباب وجد أبوه واقفا يحمل الهدية وعلى وجهه ابتسامة حب عريضة لم يراها سمير من قبل. قالت الأم: من يا سمير؟ فقال لها: إنه أبي. علق سمير عينيه على الهدية وقال في سره: مؤكد أن هذه الهدية ليست لي. دخل أبوه، قفل سمير الباب. وهو في طريق عودته لغرفته، كان أبوه لا يزال واقفا على الباب. سمع أبوه يقول له: أين حضن سمير؟ فتسمر سمير في مكانه وبدأ يدور برأسه، كان يبحث ليتأكد أن ما سمعه صحيح. فقال له: هل قلت شيئا يا أبي؟ قال له: نعم، قلت لك أين حضن سمير. صرخ سمير وهو يفتح ذراعه ويرتمي في حضن أبويه: هذا حضن سمير.
رمى أبوه الهدية على الأرض وحضن ابنه، وظل يقبل ابنه في كل مكان وهو يحمله وكأنه يراه للمرة الأولى. خرجت الأم من المطبخ وهي تقول: حالا سيكون الغداء جاهزا، فوقفت مكانها مستغربة وهي تشاهد زوجها يحمل ولدها وكأن الاثنين في دنيا ثانية، حتى لم ينتبهوا لدخولها. ثم جلس وهو في حضنه وهمس لزوجته بأن تؤجل الغداء. مر الوقت وسمير لا يريد أن يترك حضن أباه حتى غطى في نوم عميق، وبعدها نام الأب الذي أدرك أنه هو من كان الجائع الأكثر لحضن والده. استيقظ سمير فنظر إلى أبيه وهو نائم، ابتسم وقرص نفسه ليتأكد أنه ليس حلم وأكمل نومه. لكنهم عندما استيقظوا كانت هناك حياة جديدة أجمل في انتظارهم. فانتبهوا إلى تصرفاتكم مع أولادكم، لا تتركوهم يحسون بالغيرة من بيوت أصحابهم، دعوهم يعرفوا ويشعروا بدفء أحضان آبائهم وأمهاتهم، لأنهم إذا لم يجدوا الدفء بأحضانكم داخل البيت سوف يبحثون عنه في الخارج، وما يكون بالخارج سوف يكون ثمنه غاليا جدا، وأنتم من سيدفع الفاتورة. أرجو أن تكون القصة قد أعجبتكم واستفدتم منها. شكرا لإصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس الذي يظهر أمامكم في الشاشة ليصلكم كل جديد. سبحان الله وبحمده، سبحان الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله.